عنوان الحلقة لوحة سيكون. أظن أنه سيأتي إن دعوناه. سأحضره حتى لو اضطررت إلى استعمال العنف. لا تعقد الأمل عليه، فلن يأتي مهما حاولتما. إن أتى فعليك الإقرار بقوتي. حسناً، أنا موافق. نوبي، لنذهب للسباحة جميعاً. ماذا تفعل يا نوبي؟ انزل إلى هنا في الحال. لقد أتى أصدقائك، هيا أسرع واخرج لاستقبالهم. لماذا تأخر؟ ما الذي يفعله إلى الآن؟ ما رأيك أن تذهب معنا إلى المسبح؟ في الحقيقة أرغب في الذهاب معكم، لكني أدرس الآن. ماذا قلت يا نوبي، تدرس؟ إذن سنأتي إليك مرة أخرى. هل تريد أن تتهرب من مرافقتنا؟ هيا بنا. سأذهب، ولكن هل تستطيع أن تنتظرني قليلاً؟ لا بأس إن كنت ستأتي. وكم ستستغرق من الوقت؟ حسناً، سأستغرق سنتين أو ثلاث سنوات. هل تسخر مني؟ دعك منه يا عملاق، وأعطني المال كي أشتري شيئاً نأكله. قلت لكما لن يأتي مهما حاولتما، فهو لا يستطيع السباحة. هذا صحيح يا سونيو. أنا لا أريد الطعام، أعد إلي نقودي. كم أتمنى أن أستطيع تعلم السباحة خلال سنتين أو ثلاث سنوات. ما هذا الذي تفعله؟ انظر إلي لتعرف. رقصة الصرصور العزيز. أتدرب على السباحة. تتعلم هنا؟ أجل، فأنا لم أتعلم السباحة إلى الآن. إذن عليك التدرب على السباحة في المسبح. سأذهب إلى المسبح بعد أن أتعلم. لن تتمكن من السباحة بهذه الطريقة. أجل، أنت على حق، لن أتمكن من تعلم السباحة. حسناً، ليس باليد حيلة. ما رأيك أن تتناول هذه؟ لوحة سيكون. ولكن ما هذا؟ عندما تتناولها تصبح قادراً على فعل الشيء الذي تفكر فيه. حسناً، تخيل الآن أن هذه الغرفة مسبح. هذه الغرفة مسبح، هذه الغرفة مسبح. أنقذني يا دورايمون، أنا أرجوك، أنا أغرق. ولكن لماذا تخيلت مسبحا عميقا؟ عليك أن تتخيل مسبح روضة الأطفال لأنه صغير. لقد نجوت أخيرا. يا إلهي، حسنا، فلتبدأ بالتدرب الآن على السباحة. السباحة ممتعة جدا. لا شك أن كثيرا من الأطفال يلعبون حولي في هذا المسبح. أنا آسف، لقد دست على قدمك. لا تبكي، اهدأ يا صغيري، اهدأ، لا تبكي، أرجوك أرجوك اهدأ. نوبي، ماذا جرى؟ لقد أخرجني أستاذ الروضة من مسبح الصغار. ولماذا فكرت في هذه المشاهد يا نوبي؟ ليس باليد حيلة. حسناً، لماذا لا تذهب إلى البحر؟ إنه مكان مناسب. إلى البحر؟ هنا تصطدم الأمواج، وهذا الشاطئ الرملي، وها هو ذا البحر أمامنا. بدأت أسمع صوت الأمواج وأستطيع رؤية البحر أيضاً، إنه جميل. جيد، تابع التخيل. أرى كثيراً من الناس هنا. لا لا، لا أثر لأحد سوانا. لنصنع قلعة رملية. أتيت لتتعلم السباحة. هذا صحيح. أدخل إلى البحر. موجة كبيرة. إنها صورة وحسب، ستكون بخير. لننتقل إلى مكان آخر الآن. ما بك؟ ما الأمر يا نوبي؟ إنه عميق، لا أستطيع السباحة. ليس باليد حيلة،
استعمل طوق النجاة هذا. لا تقلق، ستكون بخير. سأشعر بالملل إن بقيت وحدي. أنت أيضا تناول من تلك الأقراص وشاركني. أمري لله، ليس باليد حيلة. أعلم أنه لا فائدة منك. لنذهب إلى البحر الآن. انظر إنه يصبح أعمق. انظر إنها سمكة غريبة. ليست غريبة، سمكة ذهبية. هل أنا لطيفة كالسمكة الذهبية؟ إنها سمكة ذهبية ولكنها منتفخة. من المنتفخة يا هذا؟ أنواع الأسماك كثيرة. هناك أخطبوط أيضا. من هذا الذي تدعوه بالأخطبوط؟ يا إلهي، أصبح وجهي أسود اللون. ركبت على ظهر الحوت الأزرق الكبير. هيا ابتعدا. بحر هادئ، أليس كذلك؟ لا أظن هذا. أشعر بأن هناك دوامة ستسحبنا إلى الأعماق. نجونا أخيرا. لقد انتهى تأثير لوحة سيكون. هل أنتما بخير؟ لا داعي للقلق. ماذا كنتما تفعلان؟ إن تناولت من هذه الأقراص سيصبح ما تفكرين فيه أمرا واقعا. يبدو هذا ممتعا، دعني أجرب هذه أيضا. المحيط جميل جدا. إنه شعور ممتع. لنتناولها ونحاول ثانية. لا شكرا، لا أريد. خذ. هيا تعاليا لنسبح معا. في الحقيقة يا دورايمون، فقدت طوق النجاة، لذا سأخذ استراحة على تلك الجزيرة. مثير للشفقة، وتحاول أن تتهرب؟ ساعدني أرجوك. تخيلي أنا أنك قادر على السباحة، وعندها ستصبح قادرا على السباحة. لقد خاب ظني. تماسك قليلا يا نوبي. لا فائدة منك مهما حاولت. حسنا، أشعر بالراحة الآن. كان على دورايمون أن يخرج لي هذه الأشياء منذ البداية. لقد كان المسبح مزدحما جدا. ذهبنا إلى المسبح ولكننا لم نتمكن من السباحة. ذهب الوقت سدى. نوبي يسبح؟ وشيزو أيضا؟ أعطني سونيو إس. أعطني. ولي أيضا. وأنا أيضا. شكرا. أشعر بشعور رائع جدا. وأنا أيضا. شيزو تعالي وانظري إلى السمك الاستوائي. إنه جميل جدا. تسمى هذه السمكة البريسي فورم، وهي تعيش في المحيط الهندي والمحيط الهادي. تعال وانظر يا دورايمون، إنها أسماك جميلة. أرني. إنها فئران. إنه المرجان. هذا مذهل. صدفة فيها لؤلؤة. إنها علبة فارغة. لؤلؤة مدهشة. لنتخيل أكثر. تخيل أن هناك سفينة غارقة. سنجد كنزا، أليس كذلك؟ ما العمل إن ظهرت لنا الآن سمكة قرش تأكل البشر؟ كف عن هذه التخيلات. انظر إلى هذا.
صعب أن تتخيل أنك قادر على السباحة، أليس كذلك؟ اجلس على هذا الشاطئ وابقى تحت الشمس مدة من الزمن. هذا ما أنوي القيام به، سأتخيل شمسا وسأبقى تحت أشعتها، سأنال الدفء وأستمتع بالرمال الذهبية.